الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعونا من الميدان من تلفزيون المستقبل. وفي العناوين: حرب يقول التمديد لشركات الخلوي مرتبط بالموافقة على دفتر الشروط، ولن نقبل أي شركة لا تتوفر فيها المواصفات. تقدم الثوار في حلب في المرحلة الرابعة من كسر الحصار يكذب ادعاءات النظام بصد الهجوم. أوباما: هزيمة تنظيم داعش في سوريا مرتبطة بهزيمة الأسد الدكتاتورية. وفي النشرة تتابعونا في الاقتصاد: فيسبوك يعلن عن بدئه بإيقاف كل من يخدعون الناس بعناوين أخبارهم. وفي الرياضة: العالم على موعد مع حفل انطلاق الألعاب الأولمبية في ريو. أهلا بكم. ما شهدته جلسة مجلس الوزراء الأخيرة من نقاش حول ملف الاتصالات شكل مادة المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الاتصالات بطرس حرب، متسائلا لماذا هذا التوقيت لإثارة كل مشاكل الاتصالات. وقال حرب إن هناك مستندات تؤكد صحة التقرير الذي قدمته إلى مجلس الوزراء، معلنا أنه لن يقبل بأي شركة لتدير الخلوي إذا لم تملك المواصفات المطلوبة، ومن يريد أن يدخل شركات لأسباب سياسية فليحاول في وزارة أخرى. على ضوء ما جرى في جلسة مجلس الوزراء، وجه وزير الاتصالات بطرس حرب في مؤتمر صحفي جملة تساؤلات تتعلق بقطاع الاتصالات وما يثار حوله من قضايا لجهة التخابر والإنترنت غير الشرعي والاستراتيجيات الجديدة التي تضعها الوزارة وصولا إلى مناقصات قطاع الخلوي. حرب أكد العمل على مستوى مصلحة البلد والناس من أجل تأمين الخدمات، متسائلا هل المطلوب أن نفشل كما فشل غيرنا، مشيرا إلى أن البعض يتهمه بإبعاد إحدى الشركات عن المناقصات لأن ميولها عونية، نافيا ذلك ومؤكدا أن كل شركة تتوفر فيها ظروف التقنية سيتم الترحيب بها. هلا بالنسبة للعقد اللي وزير الخارجية والكتلة السياسية التي ينتمي إليها صلن شهرين ثلاثة أشهر يحكوا فيه، اني انا عملت عقد مع هيئة اوجيرو كلفتها بتمديدات اللي هي وظيفة مديرية العام للانشاء والتجهيز، وانه هذا في شيء مخالف للقانون وتجاوز لصلاحيات مجلس الوزراء. الحقيقة اولا بدي اقول الشغل الثاني، انا لم اوقع هذا العقد قبل ان يوافق عليه ديوان المحاسبة. ديوان المحاسبة هو سلطة الرقابة القانونية والمالية على كل العقود اللي بتجريها الإدارات، ولو كان في أي مخالفة طبعا ما كان وافق ديوان المحاسبة. بالإضافة لهالشيء أنا وقعت هذا العقد ووافقت على أن أبعثوا ديوان المحاسبة، لأني أنا درست شو صلاحياتي وشو القرارات اللي طالعة من مجلس الوزراء، وفي قرارات طالعة من مجلس الوزراء تسمح لإلي بتكليف هيئة أوجيرو بأعمال معينة. وحول التمديد لشركتي الخلوي شدد على أن التمديد للشركات مرتبط بالموافقة على دفتر الشروط، معتبرا أن قضية الجوجل كاش كانت مضحكة للتغطية على بعض الفاسدين، ومعلنا أنه أطلق هذه الخدمة مجانا للمواطنين ومن دون مقابل. أنا أعلنت بمجلس الوزراء عم بعلن قدام الرأي العام اليوم أنه تمديد الشركات بقرار من مجلس الوزراء مرتبط بالموافقة على دفتر الشروط معدلا مثل ما بده مجلس الوزراء. انا مش متسق بدفتر الشروط اللي بطلعه، بس على الاقل على دفتر الشروط بنمدد الشركات حسب دفتر الشروط، وغير اذا ما اخر دفتر الشروط لن اقبل بان يصار الى تمديد للشركات نتيجته هو تحقيق رغبه ومخطط من ضرب المناقصه. وانا اقول اكثر من هيك، اذا قبلت بالتمديد اليوم للشركات قبل الموافقه على دفتر الشروط بكون انا عم بقضي وعم بضرب المناقصه، لانه لن يسمحوا بالمناقصه انها تحصل لانه مبسوطين بالحاله القائمه، وانا مش مبسوط بالحاله القائمه. الوزير حرب لفت الى سماع كلام مسيء ومعيب على طاوله مجلس الوزراء بشان عبد المنعم يوسف، واكد انه مسؤول عن حمايه الموظفين في وزاره الاتصالات. شدد لقاء الجمهورية الذي انعقد برئاسة الرئيس ميشيل سليمان على فصل الرئاسة عن سائر الملفات، وتقدم اللقاء باقتراح قانون انتخابي يعتمد المحافظة والنسبية المطلقة والصوت التفضيلي ضمن الدائرة، آملا مناقشته وإقراره بعد انتخاب رئيس للجمهورية. ونكون مع هذا التقرير فور جهوزه. أمل سفير دولة الإمارات في لبنان حمد سعيد الشامسي إنجاز الاستحقاق اللبناني في انتخاب رئيس الجمهورية بأسرع وقت، مما يساهم في تخفيف الاحتقان السياسي الراهن وحلحلة الأوضاع اللبنانية.
وعقب زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف داريان، أشاد الشامسي بدور دار الفتوى في ترشيد الخطاب الديني المعتدل في مواجهة الغلو والتطرف. بدوره شكر داريان الإمارات على دعمها ووقوفها إلى جانب لبنان، مؤكدا دعم دار الفتوى وعلمائها لمجلس التعاون الخليجي. أمنيا، أوقف الجيش اللبناني 19 نازحا سوريا قيد التحقيق لعدم حيازتهم أوراقا ثبوتية، وذلك خلال عمليات دهم واسعة النطاق نفذها فوج المجوقل في مشاريع القاع. في سياق أمني آخر، تسلمت مخابرات الجيش من القوى الأمنية الفلسطينية المشتركة الفلسطيني محمد عصام أبو طربوش الذي أطلق النار قبل يومين في إشكال وقع داخل مخيم عين الحلوة ما أدى إلى سقوط جريح. وقد قامت عائلة أبو طربوش بقطع الشارع الفوقاني في مخيم احتجاجا. عقد الحزب السوري القومي الاجتماعي مؤتمر التسليم والتسلم لقيادة الحزب بعد فوز علي قانصو برئاسة الحزب. وكان الحزب القومي قد شهد أزمة بعدما جدد رئيسه السابق أسعد حردان ولايته للمرة الثالثة، مما استدعى تقديم طعن وإزاحته بأمر من المحكمة العليا للحزب. ولا يفوتني أن أكبر في الأمين أسعد حردان مناقب النهضة حينما التزم وبكل كبر وإباء ومسؤولية قرار المحكمة الحزبية بإبطال التعديل الدستوري الذي أقره المجلس الأعلى وأجاز له الترشح لولاية رئاسية ثالثة. فكما الحق يعرف بأهله، فقيم النهضة تعرف برجالها، والأمين أسعد حردان في طليعتهم. التقى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود وعرض معه شؤونا قضائية، كما التقى سفير تشيكيا في لبنان في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان. عفوا، في عين التين استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب بهية الحريري، وجرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. وفي السراي الكبير التقى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود وعرض معه شؤونا قضائية، كما التقى سفيرة تشيكيا في لبنان في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان. في صيدا عثر على جثة شاب في مقبرة صيدا القديمة، وقد حضرت إلى المكان القوى الأمنية التي فتحت تحقيقا بالحادث واستدعت طبيبا شرعيا لمعرفة أسباب الوفاة، علما أنه عثر بجانب الجثة على حقنة فارغة. أعلنت وزارة الصحة أنها حولت مستحقات المستشفيات الحكومية إلى وزارة المالية حتى شهر حزيران 2006 والبالغة قيمتها نحو 16 مليار ليرة، وذلك لقاء معالجتها مرضى الوزارة. أضافت الوزارة أنها حولت أيضا مستحقات المستشفيات الحكومية كافة عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام الماضي، طالبة من مدراء هذه المستشفيات العمل على دفع مستحقات جميع العاملين فيها دون استثناء. بعد الفاصل تتابعون. مرحلة جديدة من المشاورات اليمنية تبدأ غدا. أهلا بكم من جديد. أكدت المعارضة السورية استمرارها في معركة حلب حتى فك الحصار عنها، ونفت الإشاعات التي تحدثت عن توقفها. وفي جديد معارك حلب، استهدف الثوار كليات المدفعية في منطقة الرموسة فيما واصلت المقاتلات الروسية والسورية غاراتها على الأحياء المحررة. في
إطار المعركة المستمرة لفك الحصار عن حلب، قصفت المعارضة السورية بأسلحة ثقيلة كلية المدفعية في منطقة الراموسة جنوب غربي المدينة، وهي من أكبر معاقل النظام في المحافظة. وسيطر الثوار خلال الساعات الماضية على تلة الجمعيات وقرية العامرية، واستهدفوا تجمعا للميليشيات الموالية للأسد في محيط تلة الشرفة جنوب مدينة حلب، وأكدوا استمرار معركة الغضب لحلب حتى تحقيق أهدافها المتمثلة بفك الحصار عن المدينة. هذا وتصدت المعارضة السورية لمحاولات تقدم جديدة لكتائب الأسد على جبهة مخيم حندرات شمال حلب بعد اشتباكات دامت ساعات عدة. في المقابل صعدت المقاتلات السورية والروسية غاراتها على أحياء حلب وريفها، موقعة المزيد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، واستهدفت منطقة الراشدين ومشروع 1070 شقة في حي الحمدانية ومدرسة الحكمة، وجميعها تقع في أطراف حلب الغربية، وذلك بهدف وقف تقدم المعارضة. وأعلنت مديرية الأوقاف المدينة عن إلغاء صلاة الجمعة حفاظا على حياة المدنيين من الطيران الروسي والأسدي. وطالب الشيخ محمد الماز مدير أوقاف حلب المحررة الأهالي عدم الخروج للصلاة، وطلبهم بأدائها في البيوت. أما في ريف دمشق فاستهدف الطيران الروسي بلدة مديرة في الغوطة الشرقية، ما أدى إلى مقتل عائلة كاملة مؤلفة من أب وأم وثلاثة أطفال. كما طاولت الغارات الروسية بلدات عين ترمى وكفر بطنة وجسرين، واحترق مبنى البلدية في بلدة الشيفوني، وخرجت عيادات المرج الطبية عن الخدمة إثر استهدافها. وتجددت الاشتباكات العنيفة على جبهات مدينة دارية بين الثوار وقوات الأسد، وسط استمرار القصف بالبراميل المتفجرة على منازل المدنيين. اقتحم مئات المتظاهرين مبنى محافظة مدينة السويداء، وذلك للمطالبة بإعدام المتهمين بتصفية طالب جامعي في المدينة قبل أيام. وأكدت مصادر حصول توتر في مدينة السويداء بعد أن شهدت ساحة مبنى محافظة المدينة اعتصاما لعائلة الطالب ريان أبو فخر الذي وجد مقتولا قبل أيام بعد تعرضه لعدة طعنات، وذلك بالقرب من منتزه عين الزمان في المحافظة. واقتحم المتظاهرون مبنى المحافظة بعد أن فشلت محاولات بعض مشايخ المدينة والمحافظ في تهدئة، وطالبوا بإعدام المتهمين بقتل الطالب أبو فخر. عبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن قلقه إزاء التحركات العسكرية التي تقوم بها روسيا في سوريا دعما لنظام بشار الأسد، متعهدا بمواصلة محاربة تنظيم داعش وبقوة وعلى كل الجبهات، مشددا على أن هزيمة داعش في سوريا مرتبطة بهزيمة الأسد الدكتاتوري. وقال أوباما إن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للعمل مع روسيا من أجل خفض حدة العنف وتعزيز جهودنا ضد القاعدة وداعش، ولكن روسيا لم تتخذ أي إجراءات الواجبة، مطالبا موسكو أن تبرهن عن جديتها في السعي إلى حل للنزاع في سوريا. كما دان الرئيس الأمريكي وحشية نظام الأسد ضد الشعب السوري والذي دفعه إلى أحضان المتطرفين. وأكد أوباما أن النظام السوري لا يزال يشن هجمات على المدنيين ويمنع وصول المواد الغذائية المرسلة إلى عائلات تتضور جوعا. أفادت تقارير من العراق بأن تنظيم داعش الإرهابي خطف 3000 مدني أثناء محاولاتهم الفرار من مدينة كركوك العراقية. وأضافت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن التنظيم قتل 12 مدنيا على الأقل من الأسر التي حاولت الهرب منه. قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن جلسة المشاورات اليمنية الحالية في الكويت سترفع في موعدها المحدد السبت، وأن المحادثات ستستأنف لاحقا في وقت اتهم تقرير أممي الحوثيين باستخدام المدنيين دروعا بشرية واستخدام منشآت مدنية، كما اتهم تنظيم الدولة في اليمن بتلقي مبالغ. مرحبا.
حالة جديدة يعلن عنها المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد السبت بخصوص المشاورات الرامية لحل الأزمة اليمنية التي تعقد في الكويت، وذلك بحسب ما كشف المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة إلى اليمن دون إعطاء مزيد من التفاصيل. هذا وعقد المبعوث الدولي اجتماعا مع وفد الحوثي وصالح على أن يلتقي لاحقا الوفد الحكومي قبل أن يجتمع مع سفراء دول مجموعة 18 المعنية بالحل السلمي في اليمن. وكان وفد الحكومة اليمنية الذي عاد إلى الكويت الخميس قد وقع على خطط السلام التي اقترحها ولد الشيخ أحمد ورفضتها ميليشيات الحوثي وصالح المتمردة. من جهة أخرى، قال تقرير سري أعده خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون العقوبات المفروضة على اليمن إن الحوثيين استخدموا المدنيين كدروع بشرية، وإن عناصر تنظيم داعش في البلاد تلقوا مبالغ هائلة من المال. وجاء في التقرير الذي وقع في 105 صفحات الذي أعد لمجلس الأمن الدولي واطلعت رويترز على نسخة منه أن الحوثيين أخفوا مقاتلين وعتاد بالقرب من مدنيين في منطقة المخا بمحافظة تعز بهدف متعمد هو تفادي التعرض للهجوم وفي انتهاك للقانون الدولي الإنساني. وذكر التقرير أنه في أذار ونيسان من العام 2016 حصل تنظيم داعش على مبالغ كبيرة من المال في اليمن يستخدمها في استقطاب المجندين وعمليات التمويل وشراء العتاد. ميدانيا شهدت محافظة البيضاء وسط اليمن اشتباكات عنيفة بين ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من جهة، مع المقاومة الشعبية من جهة أخرى، قتل على أثرها عدد من عناصر الانقلابيين في حين قتل 7 حوثيين أثناء عملية تسلل نفذها أفراد من الجيش الوطني في مدينة حرض بمحافظة حجة غربي البلاد. بعد الفاصل تتابعون. نجاة مفتي مصر السابق من محاولة لاغتياله. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان، وقد تابعتم فيها: حرب يقول التمديد لشركات الخلاوي مرتبط بالموافقة على دفتر الشروط. تقدم الثوار في حلب في المرحلة الرابعة من كسر الحصار يكذب ادعاءات النظام بصد الهجوم. وأوباما: هزيمة تنظيم داعش في سوريا مرتبطة بهزيمة الأسد الدكتاتوري. نجا مفتي الديار المصرية السابق الشيخ علي جمعة من محاولة اغتيال أمام أحد المساجد في مدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة. وذكرت وسائل إعلام مصرية أن مسلحين أطلقوا النار على المفتي السابق أثناء دخوله مسجدا في مدينة 6 أكتوبر فيما أصيب حارسه الشخصي. وأفاد شهود عيان بأن منفذي الهجوم كانوا مجموعة من الملثمين المدججين بالأسلحة، إلا أن رجال الأمن المرافقين للشيخ تمكنوا من التعامل مع الأمر وأدخلوا الشيخ إلى ساحة المسجد وأنقذوه من محاولة الاغتيال، وسادت حالة من الذعر في المسجد عقب تلك المحاولة. وفي شأن مصري أيضا، أعلن المتحدث العسكري المصري العميد محمد سمير مقتل أبو دعاء الأنصاري زعيم تنظيم بيت المقدس فرع تنظيم داعش في سيناء. وقال المتحدث العسكري أنه بناء على معلومات استخباراتية دقيقة من القوات المسلحة، قامت قوات مقاومة الإرهاب بالتعاون مع القوات الجوية بتنفيذ عملية نوعية استهدفت خلالها توجيه ضربات دقيقة ضد معاقل تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء، وتمكنت القوات خلال هذه الضربات من قتل الأنصاري وعدد من أهم مساعديه وتدمير مخازن أسلحة وذخائر ومتفجرات تستخدمها تلك العناصر، إضافة إلى مقتل أكثر من 45 عنصرا إرهابيا وإصابة العشرات من التنظيم. نجحت القوات الليبية في إحكام السيطرة على حي الدولار الواقع وسط السرت، وقامت بتعزيز مواقعها في هذا الحي الاستراتيجي في مواجهة المناطق التي يسيطر عليها داعش تحسبا لأي هجمات معاكسة من المتطرفين. في المقابل، تواصل المقاتلات الأمريكية غاراتها على مواقع داعش الذي لا يزال يسيطر على مناطق عدة في السرت، من بينها مباني الجامعة والمستشفى الرئيسي ومركز أوغادوغو للمؤتمرات. وقالت واشنطن إن الضربات بداية لحملة سوف تستمر ضد التنظيم المتشدد في المدينة.
يعتزم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ببدء عملية تطهير داخلية تستهدف أعضاء على صلة بالداعية فتح الله جولن. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الغرب لا يريد لتركيا أن تكون دولة ديمقراطية قوية، وانتقد ردود الأفعال الغربية على الإجراءات التي اتخذتها أنقرة بعد المحاولة الانقلابية. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لا داعي للمبالغة بحجم المعارض فتح الله جولن وبدوره في محاولات الانقلاب الفاشلة في تركيا، وأضاف أن جولن كشخص لا يمتلك القدرة على تدبير كل ما حدث، إذ أنه مجرد أداة يدار من قبل جهة لم يسمها بغية زعزعة الاستقرار في تركيا. ومع ذلك جدد أردوغان مطالبته الولايات المتحدة بتسليم جولن إلى السلطات التركية، قائلا إنه تم نقل كافة الوثائق المتعلقة بهذه القضية إلى السلطات الأمريكية. جولن من جهته كرر انتقاده للقضاء التركي متهما إياه بعدم الاستقلالية والامتثال لأوامر النظام، واعتبر أن مذكرة التوقيف التي أصدرها القضاء التركي بحقه هي مثال جديد على نزعة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى التسلط والابتعاد عن الديمقراطية. من جهته طه أوزهان رئيس وفد اللجنة الخارجية في البرلمان التركي الموجود حاليا في نيويورك اعتبر أن بقاء فتح الله جولن في الولايات المتحدة يضر بالعلاقات بين البلدين وبكفاحهما المشترك ضد الإرهاب الدولي. وفي مؤتمر صحفي أكد أوزهان أن استمرار ظهور جولن في لقاءات بوسائل إعلام دولية يعد أمرا مخزيا. وفي إطار الإجراءات الداخلية أمر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بإجراء تطهير في داخل صفوفه لاستبعاد أي أعضاء على صلة بفتح الله جولن، ودعت مذكرة داخلية أصدرها الحزب إلى تطهير سريع يشمل من لهم صلات بمجموعة جولن ومن ساندوا محاولة الانقلاب. في المواقف الدولية أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أنه يصعب قبول انضمام تركيا إلى الاتحاد في الوقت الراهن، لافتا إلى أن هذه الصعوبة تزداد إذا قامت أنقرة بإعادة عقوبة الإعدام عقب الانقلاب العسكري الفاشل، معلنا معارضته لوقف مفاوضات انضمام تركيا. انتقدت الحكومة الفلسطينية مصادقة الكنيسة الإسرائيلية على قانون يسمح بمحاكمة الأطفال الفلسطينيين دون سن 14 عاما، معتبرة أن هذا القرار بمثابة تهديد مباشر للطفولة الفلسطينية ويمكن أن يشكل ذريعة للاحتلال لملاحقة الأطفال الفلسطينيين والتنكيل بهم. وأكدت أن ما تقوم به حكومة الاحتلال من ممارسات عنصرية متكررة بحق الطفولة الفلسطينية هو انتهاك صارخ لمبادئ وقواعد القانون الدولي والإنساني وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية. وناشدت الحكومة الفلسطينية المؤسسات الدولية كافة العمل في هذا المجال في مجال حقوق الأطفال بالتدخل العاجل لثني الاحتلال من ممارساته. نفت الشرطة البريطانية أن يكون الدافع وراء الهجوم الذي وقع في راسل سكوير في لندن إرهابيا، ولفتت إلى أن المتهم يعاني من اضطرابات عقلية. وكان شاب قد هاجم مشاة في الشارع فقتل 70 أمريكية وأصاب 5 آخرين من الجنسيات الأمريكية والبريطانية والأسترالية والإسرائيلية. ولفتت الشرطة إلى أن منفذ الهجوم ناروجي من أصول صومالية. بعد الفاصل تتابعون. سكاي تراكس تعلن عن أسوأ شركة طيران في العالم.